تعليقا على ما نقل عن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون حول دعوته الأمين العام لحزب الله لتغيير قواعد اللعبة، أسف عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أن يتحول عون اليوم إلى مخبر صغير لدى الرئيس السوري بشار الأسد والسيد حسن نصر الله على حد تعبيره، واصفا الأمر عقب لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالعملية الدنيئة. انه كنت بفهم انه اذا عنده هيك معلومات يروح يوجههم لرئيس الجمهوريه او يروح يحطها بخدمه الدوله اللبنانيه وبخدمه المواطنين الجيش اللبناني والى ما هنالك، ولكن هيك يروح يخبرهم لحسن نصر الله او للرئيس بشار الاسد، هيدي صارت لعبه كثير واطيه. المخطط هو هدفه تدمير الدوله اللبنانيه وبنيتها التحتيه. شفنا هيدا الشيء من زمان وبعدنا عم نشوفه يوميا. ما حدا يحط هيدي العمليه بخانه القرار الظني فقط، ما قبل قرار الظني وما بعد قرار الظني رح يكون في مخطط لتدمير الدوله وتدمير المؤسسات من رئيس الجمهوريه لرئيسه الوزاره ولكل اتباع الدوله اللبنانيه، ولكن هيدا الشيء ما رح يمنعنا ابدا انه نوقف هالمخطط ونضل نقول يلي مأمنين فيه ونضل نشتغل تنبني هيدي الدوله وتنقوي هيدي الدوله، تنقوي مكوناتها من الجيش اللبناني لقضاء لرئاستها والى ما هنالك. المخطط تبعهم ماشي والمشروع تبعنا لبناء الدوله كمان ماشي.